واحنا كشيعة ننادي اخواننا النخطين نقولهم عمر ابانا وعائشة امنا ومن يسبهمنا عدونا وعدو الله ورسوله. انطيني مرجع معمم فاهم دين يصعد على عن منبر عمر هيك وابو بكر هيك وهم عمر وابو بكر اشرف من عندهم بالحسين الشهيد. ما وصل العراق الى هذه الحالة غير احنا نتبع مرجعية لا عراقية مرجعية لا عربية. وانا رجل دراج من المدينة ما أخاف بس من الله. الفتوى اللي تحكي أنت بالمرجعية الفتوى ماكو كفاية أقسم بالله لا السستان انطى فتوى ولا نطقها ولا قال هاي فتوى. الفتوى أنت تبيها قاسم سليماني وأنت بيها محمد رضا بن السليماني العفو ابن السستاني هدفها شنو الفتوى أستاذ العزيز؟ هدفها قتل وتهجير الكفاءات والقضاء على الشاب العراقي وما خصوصا اخواننا السنه بالغربيه قتلهم وتهجيرهم من مناطقهم. الشاب العراقي وروح شوف خطيه صار بالغربيه بيها الخير وبيها الشريف وبيها هم امهاتنا وابهاتنا. شخص واحد سليماني مات اللي قتل البارحه كاتبين بالكراده ما قصرتوا يعني طبعا ما قصرت قتل العراقيين قتل السنه ظل يطب لنا انبار تعال ودى جماعه شو اسمه والله عندي اخوي والله العظيم يا بنت الناس عندي اخوي انا هسه اليوم تشرفون للبيت عندي اخوي كان يداوم مكافحه الارهاب والله والدته الله يرحمها قالت لي يمه ليش بطلت؟ قالها يمه والله شوفها شغله حرام، اذا احنا يجمعونا بالمقر وقال طبوا على الانبار شغلوا خرايات وشغلوا ما ادري شنو وفززوا العالم يعني رعبوا العالم. زين اريد اقول لها هي ابن السافل هي دوله انت رايح الحسينيه انت رايح ما انت رايح منبر انت رايح شنو رايح عزاء هو جاب هاي على هاي. كل انسان يتبع الفكر المجوس الايراني الفارسي النقص هذا لا دين اله لان ايران اذا ترجع لها للصحيح لا اسلام وادعوا بالاسلام في غض النظر عن اسرائيل وداحتك وهم افسد منهم واخنف منهم ماكو.